مفاوضات رفيعة المستوى بين سيول وبيونغ يونغ في مسعى للتهدئة بعدما هددت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بحرب شاملة. وقد احتضنت قرية بانموجوم الحدودية والتي سبق وأن شهدت لقاءات ثنائية المفاوضات بين الكوريتين. والكوريتان تقنيا في حالة حرب منذ 65 عاما، إذ أن الحرب بينهما بين 50 و53 انتهت بوقف لإطلاق النار ولم يوقع اتفاق سلام رسمي. بيونغ يونغ كانت قد هددت بالتصعيد ضد سيول ما لم توقف عملياتها الدعائية على الحدود ووقف بث مكبرات الصوت التي شغلتها مؤخرا. ويعود آخر هجوم مباشر من الشمال على الجنوب إلى 2010 عندما قصفت بيونغ يونغ جزيرة يوني بيونغ الحدودية الكورية الجنوبية، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وجنديين. القوات الكورية الجنوبية كانت قد وضعت في حالة تأهب قصوى بعدما هددت كوريا الشمالية بشن حربها.